بالخير والرضا والنعيم. مساك الله بالنور. انا ولا ما انت وهما نسيت انت وياه. جاني مصحوب السلامة هذا ثم قال اطلع يا ابو غازي على الباب ولنا الحلق ماش ومزكم وكله. لا 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 الفلوانزا الموسمية هذا. المهم الرجال يقولنا بنروح نشتري بشوت. يا ابو حشم لا تحدني على شيء ما اقدرك. لا لا تقدر. والله اني ما اقدر يا ابو حشم. الرجال البسه وحدين ما بنت. تلبس الاول يصير مرقبك. بس هي الخير. يا ابو حشم. قالك واحد واحد يا مخلد. اليوم انك شكبت به. اللي يقولون كل ولد هذا ولدنا هذا من النجار. الدعوة على الفعل ما يأهل للبشت. الفعل مخدومين كلنا فيه بس دور البشت الزين والبسه وزبد بعمرك. والله العظيم. اي والله. اسمك عمري لا اسمك اروح مثل الدواعر ابو زريبه. اي والله. انا عندي بهر يا ابو حشم. ما عليك يا رجال. يا رجال انت احنا ترانا اسعي الله الواسع البس يا مخلد من بيدري لك. من يعرف ان هذا يقول هذا الشفعول يوم من لابس بش ما حد يدري يا رجال. اليوم ما عاد حد في الشفعول البشت زين وقصبت عريضه. ايه خلاص قصبته فوق الشبل. والله انا اعرف لك ناس انها الحين ما يدرعون بالبشوت بعضهم يكويه من الليل. من الليل هو يجال بيكوي هو ما يطير الجخاخه. الجخاخه طايره. والله يا بعضهم انه ما ملذ ما يسوى ملذ ما. يا رجال لكن سبحان الله الحين ان الله لا يهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء. ما هذه دخل ما لها شغل بهيمه ما لها خلاص انت لا هذه ولا هذه. والله برا الصيد الالي لا خلصت تدق لي بجيزان. ليش؟ عشان لا تهاب علي الابهر من البشت اطق لي مرختين مويه دافيه وملح. خلاص هذا ما ببشت. اخوي صحيا ما يصلح اذا صار يضرك البشت فالابهر حقك والله ما يصلح. يا رجال انت ما عندك غير ابهر؟ من البشت بس؟ اي بس الى لبسته عانى الثار علي وعيوني راحت حمر من البشت لان البشت قال البشت هيبه. البشت ما كل رجال ان يلبس يا بندر. يا مخلد ها انا اعرفك ناس معهم امراض مزمنه ويلبسونهم ما سووهم والله العظيم. اي والله امراض ما لها علاج حتى شيء ما يسوي فيها شيء. لو تهزم انت تطرح تربع راسه ما سوى فيه شيء. والله يا ابو حشر آه. من اول ينقدون علينا الى لبسنا بشت قال يا فرنج انت من الانجيال. هذول انتهوا كلهم ما قاعد غير هالحين اللي لبست البشت شكبت عمرك شير. والله بلعب باده حباده تلجي لا هي اللي يلغفونك يسبون في عندك شيء وانت عندك فلوس وعندك خرت بس ما انت معك. السلامة يا الله الجنه. انت هالحين اليوم انك ضربت بالبشت ايوه ومشيت مع العرب الصحين وانت شاك من عمرك. اي هالعرب الصحين يضحكون ينبسطون معك وضعاف الانبس بيتقربونك ويعبدونك ويعبدون وجهك والمال سالم والوجيه معبود على قولة بيسرو برقتي وسلت وامالحة. لا ما لها دخل. ما لها شغل. لا ما لها شغل. وبعدين البش يعطيك هيبة يعطيك انك انا ما شلون يا ابو حشم. لا انت الحين ملاحظ كبر الزراطي لان طقيت بالبشت رحت كبر الحجر. يا مخلد شوف قليل المال عند القريبين مجفي ولاله عندهم قابلية لو يرد الصاع للخصم ساعين ويكرم الضيفان صبح وعشية ولا الغني شرب واحدة وثنتين وتمشي الجماعة كلها في نوية ونقام صفوا للسوات المصلي ما في ملي يلتفت في خويه مسكين واللي يعبدونه مساكين صغره ورضيه بالحياه الدنيا. يلا هلا وانا مسعيد من خاطري شيء نلقى القولي والحروف ابجديه هواي مثل الله ياخذ عقله بليز. لقيت بشت على قدي. ايه تعال وين تعال. ابى لون ابيض. ابى سكري ما ابى ما في بشت. طلع طلع ما على طلع ماشي. هذا اللي يصلح لك وهذا حقك بس شيء شوف شيء يجيب ابهر هذا. نعم ابهر ابهر. لا لا ما يجيب على مسريتي انا بس يبقى لك علبتين جيزان. فل فل فل. لا ان شاء الله مضبوط. لا مضبوط هذا فل. لبس 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 الشيخ لبس هذا ترى الشيخ. الله يسعدك من الليل ورايح لا نجي من رحلتنا والشيخ زين زين اخ نعن ابو هالوجه. حج الله. ايش رايك؟ لو متوني اعراضي بيضبط. ما رب بلاني بمتون تقولوا تون ورر. حرام انك تقول بنات والنير يا ابو حش. كيف بالله؟ اذا قبلت على الرايجين ما يبرجون فيك ولا ينطلب منك ولا حاجه. مره هلا تعلمهم تركت. حرام انك تقول بنات والنير يا ابو حش. كيف بالله؟ اذا قبلت على الرايجين ما يبرجون فيك ولا ينطلب منك ولا حاجه.
مرة لا تعلمهم تراك تعلم خليك على هالوجنب بس اللي بأنا بأنا ولا تعلم لا لا مرة يعني أصلا أنت مالنا لبشت ما شاء الله عليك والله حتى أنت أبو غازي إنك تملى المركزين أنا يوم لبست نظف البرة من دقيقة الضعف أنت تترك الضعف حقت كادي ولا لا وتشتري بشت ولا والله العظيم والله تلبس يعني تحزم ببشت تحزم بحط على تكاية اللوكس وش هالوليده وفك الباب وخلي عند الاشاره يشوفوني يقولوا الاشاره وليجي من الجيب يشوف فوق يشوف مش على التكاية يقول نفسي يشوف هذا راعي واللوحه شويه ليك جاي قال هذا السواق مرس ليجي بالموتر ايش دور عمك وين صاحب الموتر انا صاحب الموتر مش بندر كيف ما شاء الله تبارك الرحمن لا هي حاسد ولا شافك فاسد طيب عرفه كريجي وطيب الله يطيب اعمالك طيب ان شاء الله ها شفتني معلمك كنت البس تلبس ان امورك تبي تضبط وان العربي بيحسبون انا ما ودي البس عشان ما تغيب وحشم لا اطغط يصيبني تبره هلال بي اطغي يا رجال اطغ ما عندك ما عليك مره ما عندك غرنه كيف العياف ما عندك غرنه يا العياف كيف زابط علي شيخ والله العظيم اي والله ما اعرفك الله بس باقي الشماغ وين الشماغ كذا بشلح بدون شماغ فالكواي فالكواي الساعة 11 في الليل ما عاد يلبس شماغ وانا من بعد 10 طش شماغ الله يجزاك خير مبروك يا ابو غازي مبروك مبروك الله يبارك فيك وليده لا والله وليده اشابك حاسس بلا راس بنحط على ثلاجة الكسيز